بلا مفاجأة لا تزال قناة الجزائرية وان تتقدم كوكبة التلفزيونات الأكثر متابعة من قبل الجماهير في الجزائر، حيث ارتقت إلى المرتبة الثانية بين 20 تلفزيوناً يشاهده الجزائريون بكثرة هذا الشهر بنسبة قدرها 13.10%. ولهذا الارتقاء أسباب، لأن جل القنوات الام بي سي سقطت ب 2 إلى 3% من نسبة المشاهدة في الجزائر. في الجزائر ثم استهلاك الكمي والحجم الساعي للمتفرج الجزائري لتنامى في شهر ماي. وإن كانت لوان كما أصبح يسميها الجزائريون الثانية من حيث الترتيب العام، فإنها تتربع على عرش القنوات التي يشاهدها الجمهور الذواق في ساعات الذروة بنسبة لا تقل عن 19.23%، مزيحة قناة النهار من مرتبتها الأولى، وهي نتائج تختلف تماما عن موقعها في الشهر الفارط. ليس هذا فحسب، بل الجزائرية وان تتوغل في النسق العام للمشاهدة بقدر لا يقل عن 31.1%، لتكون ثالثة ثلاث قنوات تحرز نموا برقمين منذ 2012. الملاحظ أن ثلاث القنوات الأولى عندهم نسبة مشاهدة برقمين، وهذا أول مرة شاهدناه منذ 2010 أو 2012 منذ صدور القنوات الخاصة. لهذا فانتظروا الجزائرية وان هذا العام في رمضان لتتحفكم بأجمل البرامج